برحب بكم وحوارنا الأخير في الفقرة دي مع ثلاثة من نجومنا السابقين علشان نواصل الاحتفالات معاهم بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا ونتكلم على بطولة الكاس والمباراة المهمة اللي بتنتظر الأهلي غدا أمام الاتحاد السكندري عشان نحقق الثلاثية في الموسم الجاري. معانا النهاردة في البيت الكبير كابتن أمير عبد الحميد اللي بنتشرف بوجوده معانا. كابتن أمير أهلا بيك، وحارس مرمى النادي الأهلي السابق كمان مشرف الكابتن احمد صديق الظهير الايمن السابق للنادي، برحب بيك يا كابتن احمد، وايضا زميله السابق في نفس المركز الكابتن احمد عادل. كلهم طبعا يعني كان ليهم دور كبير جدا مع الفريق وتاثيرهم الواضح في المباريات والبطولات مع النادي الاهلي بالتاكيد. برحب بحضراتكم ومشرفينا في يعني برضه من الليالي الخاصه جدا الحقيقه في البيت الكبير علشان نحتفل بهذا التتويج ونتكلم عن مستقبل ومشوار النادي الاهلي الذي لم ينتهي بعد. لا اكيد طبعا امير، برحب بيك كابتن احمد عادل صديق، منورنا في البيت الكبير. زي ما قالت سام، انتم مريتوا بتجارب وبطولات كتيره في النادي الاهلي، هبدا بيك يا امير، و يعني انطباعاتك ايه عن طبعا اللقاء الكبير، لقاء النادي الاهلي والزمالك، شفته ازاي كواحد من ابناء النادي الاهلي وواحد من اللعيبه اللي كان ليها خبرات ومرت بهذه التجربه، ومباراه كانت صعبه على المستوى المعنوي، وشفت ازاي المباراه والسيناريو الطويل اللي مرت بيه يعني. هو طبعا يا كابتن في البدايه انا برحب ان انا معاكم النهارده وكباتن سيش ياكا دي الاول. ده حبيبي يا كابتن، حاجه محترمه. اهلا بحضرتك حبيبي يا كابتن، ده الفنان بتاعنا ده كابتن نيوم يعني. فطبعا يا كابتن بطوله افريقيا عامه بتبقى صعبه جدا، مشوارها بيبقى صعب جدا من البدايه من الادوار التمهيديه. نادي الاهلي ونادي الزمالك ناديين كبار، ان هم يوصلوا للفاينل افريقيا ودي ما حصلتش في التاريخ، اعتقد ان دي تحسب للناديين الكبار. بطوله صعبه جدا كل نادي مستنيها، يمكن نادي الزمالك بقاله فتره كبيره جدا ما يعني ما خدش البطوله من 2002 اعتقد. النادي الاهلي يمكن على مر تاريخه كان فاضل لنا بطوله ان شاء الله، وبطوله غاليه اللي هي البطوله اللي احنا اخذناها. مشوار صعب، النادي الاهلي مر بظروف صعبه او الناديين مروا بظروف صعبه، وده حاجه كويسه جدا ان يوصلوا الناديين الكبار للفاينل، يعني بقالنا كتير جدا وما حصلتش في التاريخ. صحيح. النادي الاهلي في اسوأ حالاته في مشواره قبل كده او في السنين اللي فاتت، ان هو كان في اسوأ حالاته كان بيوصل للفاينل وكان ما كانش فيه توفيق. اللعيبه كانت مركزه، يمكن نادي الزمالك ونادي الاهلي قابلوا بعض الفتره الاخيره في بطولات في الدوري او في سوبر مصري. طبعا النادي الاهلي لما بيجي على منصه التتويج بيبقى الامور صعبه جدا، بيبقى اللعيبه مركزه، الاداره مركزه، الجهاز الفني مركز، ودي بطوله غاليه لجمهور النادي الاهلي. ببارك للنادي الاهلي طبعا، وببارك لكل زمايلي وكل اللعيبه الموجوده والجهاز الفني، وبارك لمجلس اداره كابتن خطيب وكل الناس. يمكن كابتن خطيب ببارك له على المستوى الشخصي، لان هو طبعا كان اعتقد ان هو كان مستني فوز زي ده غالي في تاريخه، ان هو كان كلاعب وكرئيس نادي. يمكن هو كمان من الناس اللي بتشيل الضغوطات على اللعيبه في تاريخنا لما كنا موجودين، سواء لما كان نائب رئيس او موجود رئيس مع النادي الاهلي، فطبيعي ان هو بيشيل الضغوطات كلها على اللعيبه. استحمل حاجات كتيره جدا، فضل سبورت لكل الجهاز الفني واللعيبه. البطوله كانت غاليه جدا بالنسبه له، كانت مهمه جدا لي ولينا احنا كمشجعين النادي الاهلي او لعيبه مسيره النادي الاهلي او جمهور عظيم او اللعيبه. فبالتالي نادي الزمالك والنادي الاهلي يعني قيمه كبيره، وان يوصلوا للفاينل دي حاجه كويسه جدا، كل واحد عايز ياخد البطوله. النادي الاهلي كانت البطوله بالنسبه له مهمه جدا جدا، كانت لعيبه مركزه جدا. في الماتش راح ورجع، بدانا بالتسجيل في اول المباراه، ولكن يعني طبعا نادي الزمالك اكيد ليه رد فعل، بما ان اللعيبه الموجوده عندها خبرات كبيره جدا وبيلعبوا فاينل، فطبيعي ان هو رد الفعل هيبقى قوي، وتعادلوا بجول هدف كويس لشيكابالا. النادي الاهلي طبعا اللي انا عايز اقوله، يعني بعض الناس بعد هجمه حسين الشحات بعد الكره اللي في العارضه الناس فقدت الامل شويه، لكن اللي عايز اقوله يمكن انا لعبت انا وكباتن اللي موجودين وحضرتك في النادي الاهلي، الماتش ما بينتهيش غير بصفاره الحكم. يمكن دي سمات اللعيبه اللي موجوده وروح النادي الاهلي الموجوده، ان اللعيب بيلعب اخر ثانيه في المباراه، والحمد لله اللعيبه كانت رجاله وربنا كلل مجهودنا وكلنا بفوز عظيم. صحيح.
في 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 المباراه دي. وانا عايز اقول النادي الاهلي كمان هو ما خدش بطوله واحده. انت النهارده حضرتك ان شاء الله هندخل في السوبر افريقي وهتدخل وعندك كاس مصر ان شاء الله هناخدها باذن الله. ويعني في كاس عالم الانديه وصلنا كاس عالم الانديه بقى كتير جدا على منصه التتويج ما كناش يعني وصلنا، ولكن يعني بقول الحمد لله ورب دايما. كابتن امير اتكلمت في كذا نقطه حابين ان احنا نتوقف عندها، بس بعد ما نروح لكابتن احمد عادل يمكن واحنا بنتحدث في اللحظه دي الفريق النادي الاهلي قفل على نفسه الباب وفتح باب جديد اسمه الكاس والكاس وتحقيق الثلاثيه ان شاء الله. بس احنا من حقنا ان احنا نفرح ونتابع الفرحه ديت مع نجومنا ونجوم النادي الاهلي سواء السابقين او الحاليين او كل من ينتمي للكيان ده وبيعشقه. قول لي تابعت الماتش فين؟ عملت ايه كواليس؟ ايه اللي حصل لاحمد عادل اثناء المباراه؟ لا طبعا ببارك لجماهير النادي الاهلي في المقام الاول، لان هم كانوا يعني اللعيب رقم واحد وده اللي معودنا عليه جماهير النادي الاهلي. وانا لما كنت بطلع اتكلم قبل كده كنت بقول ان دي المفضله والبطوله المهمه لجماهير النادي الاهلي، لان سقف طموح جماهير النادي الاهلي ان هو يحقق دوري ابطال افريقيا. انا زي ما بقول لما بطلع في اي مكان بقول ان طبيعي ان انت تحقق دوري عام، طبيعي ان انت تحقق كاس مصر، طبيعي ان انت تحقق سوبر، لكن البطوله المحببه المفضله لجماهير النادي الاهلي بتبقى فرحتها مختلفه جدا. لكن ده بيبين قد ايه قيمتك انت كنادي اهلي في النهائيات، قيمتك انت ان انت توصل فاينل. حتى انا ما بعترفش يا كابتن هاني واستاذ هام ان الاداء هو كل حاجه، لا احنا قبل كده كنا بنادي وخسرنا امام الزمالك في السوبر، لكن الروح اللي كانت موجوده في مباراه الوداد والادوار اللي قبل كده الروح هي اللي جابت لك البطوله، الروح هي اللي خلتك ان انت ما تيأس حتى لو انت في اسوء حالاتك فنيا، لكن انت في سيناريو للمباراه ممكن ان انت بتدي الاستحواذ للفرقه اللي قدامك كمدير فني او فنيا وبتلعب على رد الفعل او بتلعب على الهجمه المرتده. لكن كلنا كاهلاويه وكنا محبين للنادي الاهلي ان احنا ما فقدناش حتى 1% ثقه في اللعيبه في الروح اللي موجوده. عايز اتكلم برضو على كابتن سامي قمصان، كان ليه دور كبير جدا في الفتره اللي هي بين مستر فايلر ومستر موسيماني. كان ليه دور فني بشكل كبير جدا، وخصوصا طلعت برضو اتكلمت قبل كده ان مستر موسيماني فنيا ما قدرش يحط بصماته كامله على الفريق، لكن اتعامل بشكل نفسي مع الفريق، اشتغل على الحاله النفسيه، وده اللي شفناه. يمكن كل المنظومه بتشتغل داخل النادي الاهلي. مبروك طبعا لمجلس الاداره، بطوله غاليه في وجود كابتن الخطيب ان هو يمثل يعني يحققها كلاعب ويحققها كرئيس نادي. وزي ما قلت حضرتك ان دايما النادي الاهلي معودنا ان هو بيقفل الصفحه لان عنده بطوله، واحنا كلنا مع اللعيبه كلنا واحنا كنا موجودين كنا بنعرف ان احنا نفصل بشكل كويس، وده الدور الاكبر على كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيقدر يقفل الصفحه. الفرحه بتقفل في بطوله مهمه جايه، وخصوصا ان زي ما بقول البطوله في النادي الاهلي الجهاز الفني واللعيبه بيتحاسبوا عليها من مجلس الاداره. يعني لما انت بتفقد بطوله انت مطالب ان انت داخل النادي الاهلي كجهاز فني وكلعيبه ان انت تحقق كل البطولات. وقبل خلي بالك قبل مجلس الاداره دايما الجماهير هي الشغف الاكبر خلال اللعيبه، وده كمان الشغف الاكبر لمجلس الاداره البطولات. ودايما وهروح من ده لصديق يا احمد ان النادي الاهلي مختلف شويه عن بعض، يعني عن معظم الانديه خلينا نتكلم بكل امانه، ان هو دايما دايما البطوله نمره واحد بالنسبه له، وان هو بيقفل الصفحه بسرعه، وده اللي نتمناه ان شاء الله بكره، لان المباراه خلاص بكره يمكن عدى يومين على المباراه النهائيه وعندنا مباراه مهمه مع في كاس مصر. بس عايز قبل ما نتكلم على المشوار اللي جاي من النادي الاهلي، انت كمان يا صديق ذكرياتك تخيلت كده وانت بتتفرج على المباراه، مريت بجزء كده او يعني من ماتشاتك اللي لعبتها مع النادي الاهلي، التوتر اللي كان موجود دوت والمسؤوليه الكبيره اللي كانت على لعيبه النادي الاهلي، مريت بفتره زي دي في حياتك؟ في البدايه بس يا كابتن طبعا بنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين والجمهور. البطوله كانت مهمه جدا جدا، يمكن الحمد لله انا محقق البطوله دي 4 مرات بالنسبه لي، بعتبر دي الخامسه بالنسبه لي فعلا، يعني انا بعتبر نفسي موجود. حسيت انك لعبت معاهم بجد والله، يمكن من قبل المباراه وانا عندي الاحساس ده. كنت موجود مع حضرتك حلقه قريب وقلنا ان شاء الله هنحتفل، كان المباراه الاول يوم 6 تقريبا وبعد كده اتاجلت، فكنا مع بعض وكنا بنقول كده. فمباراه مهمه جدا جدا، يعني بطوله زي ما بقول لحضرتك فعلا انا حاسس انها بطوله خمسه بالنسبه لي، مبسوط بيها جدا وسعيد بيها جدا. جايه كمان مع نادي كبير زي نادي الزمالك، مباراه قمه، مباراه قرن، يمكن اول مره تحصل في التاريخ ليها، يعني انا شايف انها اكتر من بطوله. مش فكره
نهائي افريقيا بس او هتوديك كاس عالم بس، لا الموضوع كان بالنسبه لنا اكبر من كده بكتير جدا. بحمد ربنا على الفوز، وارجع لسؤال حضرتك، لا انا واثق ان اللعيبه ركزت من بعد صفاره الحكم، بعد ما احتفلوا وتاني يوم روحوا خلاص ركزوا في ماتش الكاس، ده اللي احنا متعودين عليه. المباراه مرت بظروف صعبه جدا احنا عشناها، يمكن امير كان موجود معانا، يمكن احمد ما كانش موجود. واكتر مباراه من وجهه نظري مباراه الصفاقس، الصفاقس يعني من اكتر المباريات اللي كانت شبيهه جدا، حتى توقيت الهدف يعني حتى شكل الهدف قريب جدا من السيناريو بتاع مباراه الصفاقس ابو تريكل. بالظبط، يعني حتى يمكن في صوره كده جايه وش رجل ابو تريكا قفشه وتريكا نفس يعني تفصيلها. نفس التكنيك بتاع التصوير بالظبط، نفس الفرحه ونفس اللعيبه، فرحه اللعيبه ونفس كل حاجه، كل حاجه كل الاحساس بالنسبه لنا. وناس كتير شبهتها ب 2006 فعلا البطوله الاقرب في غلاوتها، لكن انا في اعتقادي الشخصي دي كمان الاغلى شويه، الاغلى لان كان ليها اولا بتلعب قدام نادي الزمالك بالظبط بالظبط طبعا طبعا، ومباراه تاريخيه حتى على مستوى الكاف، اول مباراه في كاس افريقيا تلعب ما بين يعني بلد واحده بتتلعب في مصر كمان. لا وظروف المباراه صعبه جدا يا كابتن، والسيناريو يعني كمان السيناريو صعب جدا، واصابات كورونا قبل المباراه بيوم واثنين، فكل دي حسابات كانت صعبه جدا حتى على الجهاز الفني. مظبوط، فانه عدى بكل المراحل دي ومع تغيير جهاز فني قبل يعني قبل الدور اللي قبل النهائي والنهائي، برضه دي حاجه صعبت الامور جدا جدا يعني. لكن الحمد لله التوفيق كان معانا، ودي بنحمد ربنا عليها، وما بيجيش من فراغ يعني. الناس حتى واحنا بنلعب بنكسب في الدقيقه 90، الناس فاكره ان عشان بنلعب كوره كويس في الدقيقه 90 فبنكسب، لا الموضوع مش كوره بس، الموضوع نظام والتزام، وكل واحد عارف دوره، وكل واحد عارف مكانه كمان يا كابتن. كل الحاجات دي عوامل بتوصلك انك تكسب في الدقيقه 90. هي مش بلس 90 مش لا فعلا من فراغ، لا لا بتبقى الديتيلز الصغيره اللي الناس طبعًا مش شايفاها طبعا، يعني في حاجات كتيره جدا بتحصل في الكوره وبتحصل في فرقه الكوره خاصه في النادي الاهلي، الناس ما بتكونش شايفاها بشكل مباشر يعني. بالظبط يا كابتن بالظبط، ازاي الفرقه بتتلم، والدور اللي قام بيه الشناوي وهتكلم فيه، يمكن انا وانت يا سامي اتكلمنا في الدور ده كتير قوي، ان ده الفرق حتى شوية مع اللعيبه اللي حضروا وشافوا وشاهدوا في الكواليس. اوضه اللبس يعني في اوضه اللبس بتختلف يعني، لو بصينا لاوضه اللبس مثلا النادي الزمالك والنادي الاهلي ما بين الشوطين، اوضه اللبس النادي الاهلي كان النادي الاهلي يتمنى ان يخش اوضه اللبس او بين الشوطين كسبان واحد بالظبط، فانت هتلاقي ايه اللي ناقصك، الحاله المعنويه قلت شويه، فاللي زق الجزء دوت وكان مهم جدا كان كابتن فرقه الشناوي. طبعا الشناوي دخل بهذه الجزئيه وعلى النواحي النفسيه بشكل كبير، بالرغم حتى احنا يعني دخلنا شوط تاني مش كويسين بالدرجه المطلوبه، لكن كان مهم جدا الدور دوت. اعتقد غرفه خلع ملابس بالنسبه لنادي الزمالك كان فيه نوع من النشوه شويه. بس كابتن هاني في المواقف دي المدير الفني هنا كان له دور كبير جدا، ان هو لما يدي مساحه للشناوي، برافو عليك، يدي مساحه للشناوي، خصوصا هو عارف ان هو مش يعني باللغه العربيه مش هيقدر يوصل لهم الحافز والطموح والهدف. برافو عليك، كان ممكن اي مدير فني تقول له لا استنى انا هتكلم، ما بيخليش لعيب حتى يتكلم بين الشوطين، لكن هو اداله المساحه دي لان هو عنده شخصيه القائد، عنده في اوضه اللبس لما بيكون عندك اكتر من قائد بيكون عندك شخصيات قويه عندها مسؤوليه، وده اللي شفناه في السوليه، وشفناه في قفشه، وشفناه في الشناوي، ايمن اشرف، لعيبه كتير جدا عندها المسؤوليه دي، لعيبه بتشد بعض، فان مستر موسيماني يدي المساحه دي للشناوي، وخصوصا انا على ما اعتقد ان ربع ساعه اللي بين الشوطين ما كانتش كلام في فنيات، كانت جدا مساحه للشناوي ان هو ياخد مساحته ان هو يشد اللعيبه، واحنا لينا كلنا كلعيبه كان لينا طرق مع بعض، ممكن ما توصلش للناس او طرق تعنيف ما بتشوفهاش بس بطريقه ممكن يقولوا ده بيتخانقوا مع بعض، لكن هم الحافز والطموح والهدف، عشان كده زي ما بيقول صديق، وان احنا حتى في الدقيقه 90 بنلعب لحد صفاره الحكم، لان احنا شادين بعض على طول، اي حد حتى لو مش فايق فنيا هتلاقي زميله اللي جنبه بيشيله. معدلات الجري يا كابتن هاني اكيد ان انت بتلعب للدقيقه 90 او الدقيقه 91، وخصوصا قدام فريق كبير زي نادي الزمالك معدلات الجري هتلاقيها كبيره جدا، ده راجع لحته الكوره مش ماشيه معايا. بتلاحظ في اخر خمس دقائق ان حتى لو انت بدنيا بتحس ان في الريتم بقى اسرع شويه، الضغط بقى اسرع شويه، ده بتطلع فعلا حتى كابتن هاني لما الكوره ما بتبقاش ماشيه معايا كلنا كلاعيبه، لكن بنعوضها بحته الجري والروح، فده اللي كان باين، ودي اللي بتجيب لك البطوله يعني. اوضه اللبس زي ما حضرتك بتقول اللي بيجيب لك اي بطوله، اللي بيجيب لك اي نجاح، بيسيب لك اي نجاح ان انت عندك اوضه لبس قافله على نفسها بشكل جيد،
حتى في المواقف الصعبه اللعيبه الكبيره بتبان، المسؤوليه بتبان، وده اللي ظهر في الشناوي في اكتر من لعيب يعني. وايمن اشرف كمان تحديدا يمكن هو حتى كان واخد الجزء النفسي لما بيتكلم مع قفشه وبقيت زمايله، غير الشناوي طبعا بقى واللي عملوا ما بينهم، عملوا فيهم بين الشوطين. عايز ارجع لصعوبه المباراه، مباراه الفاينل، كانت الصعوبه انت كنت شايفها في ايه في الشوطين؟ الصعوبه من البدايه اصلا ان النادي الاهلي خايف بطوله كبيره زي دي تضيع منه، فبالتالي كان النادي الاهلي كان كل همه ان هو ينزل الماتش ضاغط بحيث ان هو نجيب جول في الاول، وده يمكن اللي حصل. يمكن كمان قبل الجول يا كابتن هاني، او اعتقد في نفس الهجمه حسين الشحات يعني. وبعد كده اتعملت كورنر واتعملت ومعموله بخطه مظبوطه، لان مستر موسيماني اكيد عنده خطه معموله تعليمات. انا متاكد ان اللعيبه تعليمات ان اللعيبه كلها بتتدرب على يسيبوا مساحه لبعض عشان بحيث ان هم يبقوا مع بعض، وفجاه كل واحد يبقى في مكان. اعتقد ان الكره بتيجي في المكان دوت لاي واحد، وبالتالي نادي الزمالك او حضرتك كابتن عارف الحته دي كلها، او الكباتن اللي موجوده، ان انت في اي كوره او هجمه بتتعمل يعني مثلا خطه جديده مثلا في الكورنر، نادي الزمالك مش متعود النادي الاهلي بيعمل ده، فلما يلاقي ده اكيد اللعيبه بترتبك شويه بتوع نادي الزمالك، وما كانش فيه بدليل، ما كانش فيه رقابه كويسه جدا. يمكن كمان يا كابتن مصطفى محمد يمكن هو اللي كان واقف على العارضه القريبه، وفجاه لما اتعملت الكروس كويس من علي معلول، واللعيبه كلها كل واحد راح في مكان البوزيشن بتاعه، والسوليه جاب الهدف. فاعتقد ان النادي الاهلي كان همه ان هو يجيب الجول في الاول. طبيعي ان انا كان نفسي ان اللعيبه كمان كانت تشد اكتر وتجيب الهدف الثاني، لان طبعا انت حضرتك بتلعب مع لعيبه خبرات كبيره جدا، واكيد عندهم رد فعل كويس في الملعب، وده اللي حصل بعديها بشويه. النادي الاهلي تراجع شويه، نادي الزمالك اكيد ليه رد فعل، ابتدى هو يهاجم، تعادلوا. طبيعي ان احنا قلينا شويه او تركيز قل شويه، ولكن اللعيبه الحمد لله عندنا برده خبرات كويسه جدا، وعارفين ان الماتش مش هينتهي غير في اخر ثانيه. يمكن اللعيبه ما كانتش عايزه توصل الاكسترا تايم، واللعيبه كان عندها امل ويقين ان هم قبل الاكسترا تايم كانوا هيجيبوا جول. يمكن في لقطات بتبان يا كابتن احنا بنحس بيها، يمكن في لقطه لايمن اشرف هو بيتكلم قبل جول قفشه على طول، هنجيب يا رجاله يعني بالزبط. هو عنده امل. أيوة أيوة. ان كلامه لياسر يا كابتن. نعم، وكلامه لياسر ابراهيم كمان. وفي نقطه كمان يا كابتن هاني، يمكن الناس كلها كانت بتتكلم على ياسر ابراهيم في الفتره الاخيره. ياسر ابراهيم كان هو وايمن اشرف شايلين عبء جدا جدا، وكانوا مركزين جدا جدا، ولو ما كانوش مركزين زينوا بيلعبوا بقلب جامد وفي تركيز. في لقطه لياسر ابراهيم اللي هي التاكلنج اللي عمله على زيزو دي، لو هو مش مركز وبيلعب بروح وقلب، ممكن التاكلنج اللي هو عامله ده ممكن يجي في وقت تايمنج مش كويس يجي بينالتي. ولكن انا شايف ان اللعيبه حتى البينالتي اللي الناس كلها بتتكلم عليه بتاعت بن شرقي، انا شايف ان هي فاول من الاساس لايمن اشرف ان هو شده، فانا شايف ان اللعيبه كلها قد بشكل كويس. الماتش راح ورجع، ولكن الحمد لله احنا كان عندنا يقين، احنا كلعيبه او بره او جمهور او اللعيبه اللي موجوده، كان عندنا يقين ان احنا نخلص الماتش قبل الدقيقه 90. وانا عايز اخد دي من ذكرياتكم كمان الماتشات الصعبه، يعني صديق بتتكلم انت وامير حضرتوا يمكن نهائيات كتيره جدا، وده كان نهائي مختلف شويه، لكن ادينا مثال مثلا في الصفاقس كنت موجود هناك طبعا في المباراه، ويمكن ما بين الشوطين مانويل جوزيه عمل ايه او اللعيب عملت ايه؟ احنا كنا متعدين 0-0 وكان النتيجه دي خلاص يعني ما نقدرش ناخد بيها البطوله. كلمنا عن الكواليس ديت، ازاي كنت برضو بتتعاملوا في المواقف الصعبه دي؟ يمكن بس هي كواليس المباراه دي كانت مختلفه شويه يا كابتن فعلا، ان يعني مستر مانويل من احنا هنا في القاهره كان فعلا حاطط سيناريوهات للمباراه دي. يمكن حتى التغييرات بنسبه كبيره كان، مش عايز اقول كان محددها قد ما كان عارف الدقيقه كذا ممكن لو حصل كذا يحصل، يعني فعلا كان مرتب السيناريو كويس جدا في المباراه دي. يمكن الحمد لله ربنا كرم والامور مشيت زي ما احنا عايزين للامانه في المباراه دي بالاخص، لان انت بتلعب بره ملعبك. يمكن لو جون زي ما احنا عايزين، يعني احنا كنا عايزين ما نجيبش جون في الاول ونجيب يعني جون في الاخر يعني. لا يعني بقول المباراه يعني بص كابتن، ان ربنا يكتب ان الهدف يجي في التوقيت ده يبقى المباراه تخلص، خصوصا ان هم كانوا مسجلين هنا في ملعبنا، كانت النتيجه هنا 1-1 فبرضه هناك ان انت وهم كان الامانه كان فرقه كويسه جدا في التوقيت ده، يعني كانت من الفرق الصعبه جدا في افريقيا معانا. ساعات انا قايد كلامك ساعات واحنا بنلعب الماتش نقول ايه، لا مش عايزين نجيب جون دلوقتي، احنا نجيب الجون مثلا في اخر 5 دقايق افضل، لان جزء من اللي احنا بنتكلم عليه حصل، ان النادي الاهلي مثلا جاب جون اول 5 دقايق وبدا غصب، خلي بالك طبيعي جدا طبيعي جدا. وكان يعني رجعونا مع كابتن جوهري، يقول لك كابتن جوهري بيقول لكم دفعوا مش دفعوا، كابتن جوهري ما كانش بيعمل كده. يعني احنا كنا حتى في مباريات كاس العالم لما بنلاقي نفسنا مثلا كويسين بنرجع ورا، طبيعي يا كابتن ده طبيعي، مش تعليمات مدرب يعني، لا بس خوف على المكسب، خوف على المكسب
وانا عايز اقول يا كابتن انا شايف ان الاداء ما كانش بالسوء اللي الناس بتتكلم بيه او الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في المباراه. انا مش شايف انه كان فرق كبير جدا. طب فين الاهداف اللي ضاعت نادي الزمالك؟ يعني انا مش شايف ان الفرق كان كبير، بالعكس المباراه كانت رايحه وجايه. واستحوذوا على نص الملعب، خلينا نتكلم يعني جزء يعني شويه فني، استحوذوا بشكل كبير على جزء، بس الاستحواذ ما كانش ايجابي. بس يعني الفرص اللي راحت على الشناوي بس هو ده اللي بتكلم فيه يا كابتن. بالظبط الاستحواذ ما كانش ايجابي على الجول. طب انت بالعكس انت مباراه السوبر انت كنت افضل منهم استحواذ ولعب على الجول، بس هم استغلوا الفرص اكتر. بس هو ده اللي بنتكلم فيه يا كابتن. فالمباراه ما بتحسبش كده، المباراه تحسب ان انت في النهايه كسبت، وكسبت بطوله مهمه جدا جدا جدا. صحيح ده حقيقي، وده اللي هيخلينا نتكلم في فكره الهدف المبكر احيانا بيبقى ليه مساوئ يا كابتن احمد. يعني النهارده لما سجل عمرو السوليه في اول كام، في اول 10 دقائق كان الموضوع يعني يمكن ادى الى تراخي شويه الفريق اثناء اللعب. يعني حتى كلنا استغربنا، يعني انت المفروض يعني تدي اكتر، ما لقيناش الحقيقه دوت بالذات في الشوط الاول. بتشوف ان الهدف المبكر ده ليه مساوئ اكتر من المكاسب ولا العكس؟ هو ليه مساوئ، بس بيبقى فنيا ومع مجموعه اللعيبه الموجوده. لان انت على طول احنا في الكوره بنقول اول ما نبدا اول 10 دقائق او اول ربع ساعه هنعدي اول ربع ساعه ازاي، مرحله جس النبض. لكن اخطر مراحل في قبل ما تجيب الجون وبعد ما تجيب الجون. لكن اللي نجح فيه لعيبه النادي الاهلي ان هم عدوا 10 دقائق من بعد ما احرزوا الجون، بيبقى في حاله خلل شويه في الدفاعات او في حاله نشوه مكسب، لكن هو عدى المرحله دي. يعني هو عدى بعد ربع ساعه، يمكن الجون تشكيله جايه في الدقيقه 35. فوضع طبيعي ان انت بتلعب تيم كبير عنده مفاتيح لعب. لكن كان اللي نجح فيه الفريق ان هو كان قافل على مفاتيح لعب نادي الزمالك. لكن في الحاله اللي هي بتبقى فنيا، احنا مش مدين ال 100% فنيا، لكن مهم بنبقى متمركزين كويس. فده اللي كان عامله فريق النادي الاهلي. لكن طبيعي ان كان نادي الزمالك ان هو ممكن يتعادل. لكن في المقام الاول والاخير انا واقف ازاي، شكلي عامل ازاي، بعد ما بجيب الجون ببقى متمركز ازاي، ببقى حافظ على بعد 10 دقائق ما بجيب الجون ببقى واقف متمركز كويس، مفيش مساحات بيننا وبين اللعيبه وبعضها. فده اللي اشتغل عليه فريق النادي الاهلي كويس، وده اللي عوض بحته الروح. يعني اللي عايز اكد عليها برضو حته الروح، حته الهدف، النظره على البطوله، حته اصرارك على تحقيق البطوله. وان انا العب لحد الدقيقه 90 حتى لو جه في، يعني كان وارد، وانا اكيد متاكد ان اللعيبه يا كابتن كانت بتتكلم مع بعض ان احنا وارد يجي فينا جون، يعني وارد يجي فينا جون، طب هنعوض ازاي، طب لو جبنا جون في اول ربع ساعه هنشتغل ازاي. ففي سيناريوهات كانت محطوطه اكيد. لكن في المقام الاول والاخير انت حققت بطوله مهمه بروح عاليه، مكاسب كتير من المباراه، تديك ثقه حتى لتحقيق اي بطوله. وصدق بطوله كانت غايبه بقى لها 7 سنين. لكن زي ما قال صديق، الاهم ان احنا خدنا البطوله من 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 اغلى البطولات في تاريخ القاره، ان انت كمان بتكسب نادي الزمالك، دي برده من المكاسب الكبيره. فالحمد لله على المكسب. هي برده هاخد من كلامك وهرجع الجملتين احنا عارفينها كلاعيبه كوره، يقول لك الفرق الكبيره حتى في أسوأ حالاتها بتكسب. دي جمله يمكن اتطبقت بصراحه على النادي الاهلي، ما كناش في احسن حالاتنا لكن بنكسب. الجزئيه الثانيه بيقول لك ان يعني المباريات النهائيه تكسب ولا تلعب، يعني ما حدش بيفتكر حتى على مستوى التاريخ. بالظبط يعني الاهلي لعب احسن، الزمالك لعب احسن، التاريخ بيتكتب ان المباراه يوم كذا حقق النادي الاهلي المكسب. وهاخد الكلام ده ليك يا امير ونشوف على المستوى بقى كمان الشناوي والمشوار الطويل اللي قضاه. واعتقد كان خلينا نتكلم كلهم نجوم وكلهم ابطال، لكن يبقى في مشوار البطوله بعض الرموز وبعض اللعيبه اللي كان ليها اثر ايجابي جدا جدا للفوز بالبطوله، واعتقد الشناوي كان واحد منهم. يعني بص يا كابتن، يمكن انا كمان كان في اتصال بيني وبين الشناوي امبارح، هو كان كنت كلمته وبعد كده هو كلمني امبارح. طبعا شكرته على المجهود الكبير اللي هو عامله مع اللعيبه سواء جوه الملعب او بره الملعب، على المستوى والتركيز اللي هو عامله من اول بطوله بسنتين كمان، هو 15 شهر تقريبا البطوله قعدت كتير. اتحمل المسؤوليه طبعا، كان في احمد فتحي طبعا ما ننساش دوره طبعا كان موجود. فطبيعي ان احمد فتحي برده كان كابتن فريق وكان شايد برده مع الشناوي. النهارده الشناوي لقى نفسه هو المسؤول الاول والاخير، يعني ككابتن تيم بره الملعب وجوه الملعب. كان ليه دور كبير جدا جدا في المشوار، يعني مستواه كان ثابت، كان فيه تركيز، وكان من اهم الناس اللي هي وصلتنا للفاينل.
اعتقد ان هو كمان تركيزه كان مهم جدا في بعض الماتشات يا كابتن في تحويل السيناريو المباراه. انت عارف حضرتك لما تكون انت بتلعب على مكسب تجيب جول او حاجه سيناريو المباراه بيتغير وبيتحول. فكرتنا بضربه جزاء الوداد كده بالظبط زي ضربه الجزاء بتاعت الوداد النهارده كان ممكن الدنيا تبوظ وممكن تحصل النتيجه دي عكسيه علينا احنا هنا في القاهره. فشايف ان هو كان له دور كبير جدا ومن اهم اللعيبه اللي كانت موجوده. كل اللعيبه بتلعب بروح جامده جدا، كل اللعيبه كان ليها دور كبير، بتلعب بقلب، بتلعب بشخصيه النادي الاهلي، بمسؤوليه النادي الاهلي. ولكن انا شايف ان الشناوي كان له دور كبير جدا وانا بحييه على ده واتمنى ان شاء الله يكمل. وانا كلمت معاه امبارح ان خلاص قال لك ايه بقى؟ طبعا هو قال لي انا حاسس بيك ان انت طبعا كنت قبل كده كنت موجود في بطوله افريقيا وفي ماتشات نهائيات زي دي. كان احنا بعد الصفاقات يا صديق لعبنا القطن الكاميروني ودخلنا في بطوله كانت صعبه جدا ومرينا بظروف صعبه جدا. كان سنه كام دي؟ 2008 او 2008 خسرنا 2007 خسرنا 2007 من نجم وكسبنا 2008 2008 كان مشوار صعب جدا يا كابتن. يمكن انا كمان لو تفتكر الصديق كان حضري كان مشي وكان في غير انا واحمد عادل خبراته قليله وانا كنت بلعب وانا مصاب في الادوار التمهيديه ما كانش ينفع عن اي حارس تاني. فاللي انا عايز اقوله ان هو طبعا انا امبارح كلمت معاه ان خلاص احنا فرحنا ومش هكمل معاك كلام تاني. قال انا عارف يا كابتن ان انت خلاص احنا قفلنا الصفحه وهنبتدي في بطوله تانيه هنبتدي بكره. طبعا الماتش صعب جدا خصوصا بعد نشوه الانتصار يا كابتن بتبقى الامور هاديه شويه. لكن النادي الاهلي لعيبه بتلعب على الفوز دايما على البطولات دايما. هنلاعب نادي كبير زي الاتحاد السكندري عنده جهاز فني كابتن حسام طبعا معروف كابتن ابراهيم وكل الجهاز الفني محترم جدا وعلى اعلى مستوى عارف قيمه النادي الاهلي. لعيب جابوا لعيبه كتير جدا السنه دي. خلي بالك برضو يا امير لما نادي الاتحاد يلعب مع بعديها بايام مع النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل الدوري والنادي الاهلي ما شاء الله كل الناس بتتكلم عليه حتى في الصحف الافريقيه والعالميه ده بيدي فاليو اكتر وبيدي دوافع للنادي الاتحاد. لازم نفهم الكلام ده بيدي دوافع اكتر للنادي الاتحاد ان الناس بقى خلاص مصر كلها بتتفرج على المباراه بكره مش جماهير النادي الاهلي بس خصوصا الكابتن حسام ابراهيم وده يخلينا بقى نروح لنصف نهائي كاس مصر بقى. بتشوف المباراه دي اكيد مواجهه صعبه جدا بين الاهلي والاتحاد السكندري كابتن احمد صديق. طبعا شايفها ازاي المواجهه دي بكره ان شاء الله؟ لا هي مباراه صعبه جدا. انت لسه خارج من بطوله ما فيش يومين ومباراه هتوصلك لنهائي بطوله ثانيه يعني صعب. عشان كده وصعب ان جهاز فني وكابتن حسام عارفين كل مباراه مع الاهلي بتبقى كمان الكابتن حسام من عنده طبعا والكابتن حسام من عنده النواحي النفسيه اكتر كمان من الفنيه فالامور بتبقى صعبه جدا. مباراه مهمه هتوصلنا لبطوله. يمكن كل التصريحات بتاعت اللعيبه يمكن والله في نفس المباراه من نفس يوم المباراه كل تصريحات اللعيبه عندنا بطوله كاس وعندنا كاس سوبر. كل التصريحات بتاعت لعيبه النادي الاهلي بعد ما مباراه الزمالك مباشره عندنا مباراه كاس عندنا كاس مصر وعندنا كاس السوبر. فده بيطمننا ان شاء الله ان اللعيبه في كامل تركيزها باذن الله. اكيد ان شاء الله ربنا يسهل ونوصل للنهائي. وتفتكر كابتن احمد عايز الطلائع ولا الزمالك هيكون اصعب؟ لان طبعا يعني نادي الزمالك هيلاعب طلائع الجيش بكره الساعه 5 وهو الطرف الاخر للمباراه النهائيه لو فاز على الطلائع. تفتكر هيعاد تاني قمه تانيه يوم السبت ان شاء الله ما بين الاهلي والزمالك على كاس مصر؟ والله انا بتمنى وشكلها هيبقى ازاي؟ بتتمنى ايه؟ اتمنى الزمالك. طب يعني بتمنى الزمالك عشان نلعبهم تاني ويبقى قمه تانيه ونقدر نكسب فنيا وكوره ومكسب وكل حاجه لان احنا بقالنا كتير الحمد لله. يمكن زي ما بقول لك كعب النادي الاهلي عالي على نادي الزمالك. طب يعني انا يعني خلينا بالكعب العالي ديت ما بحبهاش قوي لكن بنتكلم بكل امانه بعد ماتش الاهلي والزمالك في الدوري وخساره السوبر المصري وفوز الاهلي فوز الزمالك على الاهلي 3-1 حسيت ان بدا في عمليه احنا دايما بنخش ان احنا الاكثر معنويا واحنا داخلين بشكل اكتر ثقه دي قلت شويه اعتقد وبدات جماهير النادي الاهلي تقلق. مباراه القمه بتاعت امبارح مباراه تاريخيه دي اكيد هتعيد تاني الدفه ان احنا الاكثر يعني دايما داخلين متفائلين ان احنا داخلين على نادي الزمالك واحنا متكعبك عالي. لا داخلين كسبانين 10% لان اللعيبه كانت بتتكلم واحنا نازلين قدام نادي الزمالك داخلين 10% كسبانين نادي الزمالك 10% ثقه و10% نواحي نفسيه. كعب العالي لا ده شطوره مش حاجه اسمها مش بتحب الكلمه دي. يحسب في المباريات الكبيره في المباريات الكبيره حتى للاعيبه الموجوده للشناوي الايمن لوليد سليمان
ان برضو عايزين نبقى صراحه في الموضوع دوت، ان اوضه اللبس فقدت لعيبه كبيره. وده اللي باين، وده اللي فعلا ما اثرش على اللعيبه الموجوده. لا في الشناوي موجود، في وليد سليمان موجود، احمد فتحي كان له دور كبير جدا. زي ما بقول لحضرتك، كل اللعيبه لما يبقى عندك لعيبه عندها مسؤوليه بشكل كبير جدا في اوضه اللبس، ده بيديك قوه، ده بتسهل الامور وبيديك قوه، حتى بيدي اريحيه حتى للجهاز الفني ان هم بيقدروا يلموا بعض. ودي اللي نجح فيها الشناوي، نجح فيها ايمن اشرف، نجح فيها وليد سليمان. وهنا لما بنتكلم هي اللعيبه بتشد بعض قبل ما الجهاز يشدها، فدي قيمه اللعيبه الكبيره. هتلاقي كل تصريحات اللعيبه ان دي صفحه وقفلت. لكن انا بقول لك بتمنى ان نادي الزمالك عشان ان احنا نكسب تاني، يعني نكسب تاني واللعيبه عندها الروح دي. وانا اكيد ان ده هيبقى رد كل اللعيبه الموجوده ان هم عايزين يلعبوا نادي الزمالك تاني، وخاصه ان الفرق بين المباراتين قليل جدا يعني، فتقدر انك تعمل ده. وخصوصا انت هتلعبهم في السوبر، يعني انت هتلعبهم في السوبر يوم 10. لا السوبر هيبقى ضد نهضة بركان، ده السوبر الافريقي. السوبر الافريقي يوم 10 ان شاء الله باذن الله، ودي بطوله ثانيه يعني. بطوله ثانيه، وانا واثق 100% ان اللعيبه عندها الحافز ده وعندها الطموح ده ان هي تكسب نادي الزمالك ثاني، وتاخد بطوله ثانيه وتاخد بطوله ثالثه، وان الاهلي ما يخسرش بطوله بعكس السبع سنين اللي فاتوا. زي ما بقول لحضرتك في اول حلقه ان مجلس الاداره انا واثق 100% ان هو بيحاسب اللعيبه على البطوله. يمكن احنا كنا مرينا بدي، ولما خسرنا بطوله 2007 مع النجم الساحلي كنا محققين 6 بطولات، كنا داخلين في 7 بطولات حققنا 6 وخسرناها. يمكن انا زي ما بقول بفعل فاعل 2007 كان لينا ضربتين جزاء، واحده لابو تريكه واحده لجديد، وكان العرجون الحكم اتظلمنا بشكل كبير جدا. لكن خسرنا في النهايه، ادينا بشكل كويس، لكن في التاريخ زي ما حضرتك قلت اللي هيذكر ان انت حققت البطوله او ما حققتهاش. لكن زي ما بقول لك ان احنا اتحاسبنا عليها. مجلس الاداره اجتمع معانا وقال لنا انتوا ازاي ما تحققوش بطوله زي دي، احنا المفروض احنا النادي الاهلي واحنا نخش اي بطوله بنحققها. وهنا الاهداف بتاعت مجلس الاداره او مبادئ النادي الاهلي او اهداف النادي الاهلي بتوصل للعيبه من خلال الاجتماعات دي. لما بيكون رئيس النادي كابتن حسن حمدي، وكان نائب ساعتها كابتن الخطيب، ومع كل مجلس الاداره، لما بيوصل للعيبه ان مجلس الاداره بيشتغل على كده، او لائحه النادي بتشتغل على كده، ان انت لما بتحقق 10 بونت من 4 مكسب من اربع ماتشات تجيب 10 بونت، يعني 3 مكسب 1 تعادل، يعني ما فيش اعتراف بالخساره. هنا مش هتاخد مكافاه، لو جبت 9 بونت مش هتاخد مكافاه. صحيح. فبيديك انطباع انت كلاعب اهداف مجلس الاداره عامله ازاي، فبيبقى عندك الحافز. حتى بتلعب الزمالك، بتلعب مع احترامي طنطا، بتلعب اسوان، انت بتاخد كل ماتش بماتشه، بتاخد كل هي 3 بونت. الزمالك زي اسوان زي طنطا، مع احترامي كل الفرق. فهنا تحقيق 3 بونت، تحقيق المكسب، تحقيق الهدف، تحقيق البطوله، هو ده اللي بيشتغل عليه مجلس اداره النادي الاهلي مع اللعيبه. طيب على مستوى البطولات، ويمكن معانا على التليفون واحد من المدافعين الاقوياء جدا ولاعب سابق للنادي يعني الاهلي في نفس الجيل لعب معاكم. طب قبل ما اقول هقوله مين؟ احمد السيد. مين ولا ايه؟ لا شادي. قول الو. طيب سمره. الو الو كابتن هاني. ايوه قول بقى يا امير. مين يا ميرو؟ بس كده خلاص. قول على السلامه يا سمير. هي الحنجره دي بتحصل. الله يسلمك يا ربنا يخليك. على السلامه ونبارك له يا كابتن. طبعا طبعا المقاولين ماشي بالظبط ما شاء الله، بقاله يمكن مش اقل من 3 4 مواسم ماشي بشكل كويس جدا جدا محمد مع الفرقه. والله بنقول لك مبروك يا محمد، حتى على المكسب اللي فات مباراه جيبوتي، واول خطوه على المشوار الافريقي. بنبارك لك على كمان مشوارك مع نادي المقاولين اللي بيحقق يعني نتائج رائعه، وعودته تاني على يعني الكره الافريقيه والمشوار الافريقي. بنقول لك الف مبروك. وزمايلك وانت كنت موجود يعني معاهم فترات طويله، تقول ايه على مباراه القرن، مباراه النادي الاهلي والزمالك؟ يعني طبعا مبدئيا الله يبارك فيك كابتن هاني، ربنا يخليك. طبعا برحب بكلكم وحضرتك واستاذ سهام وكابتن، طبعا منورين كلهم اخواتي يعني صدي وعادل وكابتن امير، كلكم طبعا برحب بيكم. خلينا نبدا الاول طبعا بالنادي الاهلي يا كابتن. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي وجميع النادي، بطوله كبيره وبطوله عظيمه، يعني جايه في وقتها الحقيقه، بالذات ان هي جايه طبعا من الغريم التقليدي بتاعك، ف بطوله كبيره يعني اعتقد الناس كلها كانت بتسعى ليها والنادي كله بيسعى ليها، بالذات انت في الفتره الاخيره برضو وصلت فاينل كذا سنه مظبوط، وكان ربنا كاتب لك ان انت تاخد البطوله. بس الحمد لله يعني ربنا كان شايل خير للمجموعه وللنادي. اعتقد بطوله مش ما حدش هيقدر ينساها يعني في تاريخ النادي كله، جايه في وقتها مهمه جدا، تدي ثقه كبيره للعيبه وللجهاز الفني والمجلس الاداره ودفعه قويه
وان شاء الله الفتره اللي جايه الامور تبقى احسن بالنسبه لهم. احنا اتفرجنا عليها طبعا هناك في جيبوتي، كان عندنا تاني يوم ماتش، بس طبعا اكيد قعدنا اتفرجنا عليها كلنا يعني. الحمد لله طبعا يعني تابعتوها كلكم، اتفرجتوا كفريق كلكم ولا كل واحد يعني من جيبوتي كنت لا عادين. لا اتفرجنا كل واحد كان في اوضته، لان هي المباراه كانت بالنسبه لنا كانت الساعه 10 بالليل عندنا في جيبوتي، وكان عندنا تاني يوم الماتش. فوقت ما قدرناش نتفرج مع بعض عشان كان كل اثنين في اوضتهم عادي، واتفرجنا عليها في الاوض يعني. بس طبعا كنا سامعين بقى صوت الزعيق مع كل جون يعني. طبعا مباراه حماسيه جدا، وهتاخدنا كمان على مستوى الدفاع، ويمكن انت طبعا من المدافعين الاقوياء جدا، وانت حتى وهداف يا كابتن دلوقتي، وهداف ما شاء الله، بيشوط من بيشوط من نص الملعب ما شاء الله. عشان الحاجات دي الحاجات دي بتتحسب يا كابتن. خلاص عليك هداف يا كابتن، وعمال ياخد في مكافاه. كمان ده بيحسد فيك يا كابتن محمد، كابتن احمد عادل واحمد صديق. انا قلت ما شاء الله سمير بقى. الحمد لله. لا ما شاء الله سمير ما شاء الله متالق على مستوى الدفاع بشكل جيد، وكمان هداف زي ما بيقول ما شاء الله، يعني تسديداتك فيها دقه كبيره جدا، وده ياخدنا لمستوى الدفاع النادي الاهلي. ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، شفت مشوارهم ازاي في البطوله الافريقيه، والدور المهم كمان اللي بيلعبه المدافع في تحقيق البطوله، مش دايما هو المهاجم هو اللي بيحقق البطوله. الفرقه كلها، لكن الادوار الدفاعيه كمان بتبقى ليها عامل كبير جدا يعني. طبعا الادوار الدفاعيه مهمه جدا، ان احنا طبعا يعني هو العالم كله تقريبا دايما المهاجمين بياخدوا النصيب الاكبر زي ما بيقولوا، هم اللي بياخدوا على طول التصييد مع الاجوال ومع الاهداف اللي بيحرزوها، فممكن المدافعين بيكون حقهم مهدور شويه. بس طبعا اكيد حضرتك فاهم، وحضرتك كنت لعيب كبير وعارف ان المنظومه الدفاعيه وخط الدفاع بيبقى مهم جدا وليه دور كبير مع الفريق. ايمن وياسر اعتقد الفتره الاخيره ماشيين بشكل كويس يعني، يمكن النادي الاهلي عانى شويه في المنطقه دي الكام سنه الاخيره، لان ما كانش في استقرار بشكل كبير، كان في متغيرات كتير، كنا بنلاقي كذا حد في المكان. صحيح. اعتقد الموضوع ده اثر عليهم بشكل كبير، ما فيش استقرار، ما فيش اثنين بيلعبوا مع بعض مده طويله، ففي اصابات بتحصل مع رامي، مع متولي، ايمن وياسر برده على فترات ممكن حد يدخل معاهم تاني، فاعتقد موضوع الاستقرار ده فارق معاهم بشكل كبير. بس اعتقد الفتره الاخيره هم ماشيين بشكل كويس، زي ما بقول لحضرتك البطوله دي والماتشات الكبيره دي هي اللي بتدي خبرات اكتر للعيبه، وبتدي ثقه اكتر للعيبه، في نفس الوقت بتدي ثقه للجماهير للعيبه نفسها، حتى لو الجماهير بيبقى عندها شويه ملاحظات يعني على بعض اللعيبه، بس الماتشات دي بتخلي الثقه تزداد ما بين الجماهير واللعيبه بشكل كبير. فالفتره اللي جايه اعتقد الامور هتمشي بشكل كويس بالنسبه للمنطقه دي يعني، الحمد لله في استقرار بشكل كبير. دخل عليهم كمان بدر بنون، اعتقد ان هو لعيب كبير ولعيب مهم وعنده خبرات، واحمد هيقدر يساعد الفريق بشكل كبير. تدعيم خط الدفاع ده مهم جدا، خاصه زي ما انت قلت كان عندنا عدد اصابات كبير جدا، بدءا من رامي ربيعه، سعد قبليهم، محمود متولي. فالحقيقه التدعيمات دي مهمه جدا في التوقيت ده. لكن عايز اسالك عن فكره بقى صعوبه الماتش الفاينل، يمكن انت واحد من اللعيبه اللي حققت بطولات كمان كتير، فكره البطوله النهارده واختلافها عن باقي البطولات يا كابتن محمد في التوقيت ده. لا في التوقيت ده هو في اختلاف كبير، احنا يمكن على الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها كان في جماهير بتحضر الماتشات، ده في حد ذاته كان الموضوع بيبقى صعب جدا يعني، هو طبعا يعني هو سلاح ذو حدين، في نفس الوقت هو دافع ليك كلاعب في الماتشات الكبيره دي، وفي نفس الوقت طبعا في ضغوطات كبيره على اللعيبه ان تدخل الفاينل تلاقي الاستاد كله 120,000 متفرج بيشجعوا النادي. فطبعا بيبقى في ضغط كبير جدا على اللعيبه، دلوقتي مفيش جماهير، فبس في نفس الوقت برضه طبعا اكيد في ضغوطات، النادي الاهلي على طول ما انت بتلعبي حتى لو مفيش جماهير بيبقى في ضغوطات. فاعتقد زي ما بقول لك هو الماتش كان مهم جدا، اعتقد الله يكون في عون اللعيبه كلنا. الفتره اللي قبل الماتش كل الجماهير الكره نفسها كانت متاثره بشكل كبير، وكانوا قلقانين، واي حد بيتكلم في عن الماتش بيبدا يتوتر ويخاف، ما بالك بقى باللعيبه وهي داخله على الماتش، فكان فعلا لود كبير عليهم وضغط كبير عليهم بشكل كبير، وده حسيناه تقريبا من التصريحات بعد الماتش، اللعيبه كلها قد ايه اللعيبه كان محطوط عليها ضغط بشكل كبير، لان زي ما بقول لك برضه احنا دخلنا الماتش ده وانت قبل كده لاعبين تقريبا 2 أو 3 فاينل، وما كناش ما كانش معانا التوفيق وكنا خسرناهم، فالماتش ده كان هيبقى صعب بالنسبه لنا لو خسرناه، بالذات ان هو زي ما بقول لك من نادي الزمالك، فربنا كان شايل خير طبعا يعني اللعيبه يعني الى حد ما كناش في مستوانا بشكل كبير، بس طبعا المهم النتيجه والبطوله دخلت النادي. الدفعة دي كانت الجماهير بتسعالها، والجماهير كانت نفسها فيها، والجهاز الفني والمجلس الإدارة واللعيبة كلها كانت بتسعالها، والحمد لله ربنا كرمهم بيها. صحيح. تقدر تفتح بالنسبة لهم كمان مجال كبير الفترة اللي جاية، سواء في كأس العالم للأندية، عندك سوبر أفريقي، عندك
يعني تقدري تاخدي منهم كذا بطوله. كمان محقق رقم قياسي على مستوى افريقيا 6 مرات في كاس العالم للانديه، وده اللي احنا هنساله بقى للكباتن اللي مشرفنا، واحنا بنشكرك جدا جدا يا كابتن محمد. بنشكرك كابتن محمد. قبل بس ما قبل ما نقفل معاه جود لك، طبعا بنهنيك على المستوى الرائع مع نادي المقاولين. تحياتنا طبعا للكابتن عماد النحاس اللي عامل شكل اكتر من رائع مع المقاولين، وكسبنا فارس كمان على المستوى الافريقي النادي المقاولين. ان شاء الله كل طموحات انه يوصل لابعد نقطه في الكونفدراليه، ونشوفك ان شاء الله كمان طرف اخر من اطراف الكره المصريه بيحقق بطوله على المستوى الافريقي. محمد سمير مدافع الاهلي السابق والمقاولين الحالي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك كابتن محمد. عايزه اسال كابتن امير عن عوده الاهلي مره اخرى لكاس العالم للانديه، وانت محقق رقم، واحنا يعني كالاهلي يعني محقق رقم قياسي المره السادسه في تاريخ النادي الاهلي ومشاركته، وهيقابل طبعا النادي العريق جدا بايرن ميونخ. هاخد الاجابه بعد الفاصل. اوكي، بعد الفاصل في البيت الكبير. بعد التتويج بالبطوله الافريقيه، افتكر انه سقف التوقعات يعني ارتفع لدى جماهير النادي الاهلي بالتحديد، ويمكن في ناس كثيره جدا جدا عايزه النهارده انه الاهلي يلاقي البايرن ميونخ في نهائي كاس العالم للانديه. يا كابتن امير عبد الحميد اللي برحب بيه مره ثانيه، وبرحب طبعا بكابتن احمد عادل وكابتن احمد صديق، اتفضل. طبعا يعني النادي الاهلي ما وصل لكاس العالم للانديه اكيد يا كابتن في مكاسب كتيره جدا ماديه، ومكاسب ان انت كمان النادي الاهلي بيرجع تاني للعالميه زي ما بيقولوا. يمكن احنا في كاس العالم للانديه رحنا حوالي 6 مرات، فيها 5 مرات اعتقد، ودي السادسه. دي السادسه ان شاء الله. عملنا انجازات كويسه، وفي طبعا في اوقات ما كناش عملنا نتائج كويسه، وبعد كده نتائج بين البنين، وخدنا مره خامس مره سادس مره ثالث. يعني ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه السنه دي باذن الله مع اللعيبه اللي موجوده، مع الجهاز الفني اللي موجود، مع ان شاء الله الاداره تساعد كل المسؤولين في سواء جهاز فني او لعيبه، ان شاء الله نعمل حاجه السنه دي. ولكن عايز اقول في كاس العالم الانديه يا كابتن، الانديه الاوروبيه ما بيلعبوش اول ماتش، بيلعبوا قبل النهائي، قبل النهائي على طول. يمكن احنا بنلعب اي بطل مثلا امريكا، بطل اسيا او ايا كان، بعد كده ان شاء الله بنلعب بقى سيمي فاينل تاني، وكده ممكن تقابل بايرن ميونخ. لكن انا عايز اقول ان الحمد لله اللعيبه وتاريخ النادي الاهلي، لما لعبنا مع ماتشات اوروبيه، لعبنا مع ريال مدريد وروما، ولعبنا مع برشلونه، ولعبنا مع انديه كبيره جدا، وشاركنا في دوره لندن مع انديه كبيره، اللعيبه الحمد لله عارفه الكلام ده كويس، وعندنا الحمد لله امكانيات كويسه ان احنا نقدر نلعب ضد الفرق الكبيره. يمكن قابلنا بايرن ميونخ قبل كده وكسبناه 1-0 اعتقد كان بركات. فالحمد لله اللعيبه عندها خبرات وعندها المسؤوليه في ان انت تلعب الماتشات الكبيره دي، واتمنى ان احنا ان شاء الله يا رب نوصل ونلعب بايرن ميونخ في الفاينل، ونعمل حاجه ونعمل انجاز في كاس العالم. ليه لا؟ يعني طموحات وارده، وانا هاخد من كلامك حتى على مستوى الماركتنج. لو احنا بنلعب كاس عالم للانديه، اسم النادي الاهلي او لوجو شعار النادي الاهلي بيتعرض في كل انحاء العالم، بتتكلم على كمان نواحي ماديه كبيره جدا بيستفيد منها النادي الاهلي، وده مش عيب، ده ماركتنج كبير، والنادي الاهلي ببطولاته بيجيب فلوس ليدعم بيه وبيشتغل بيه بشكل احترافي. كمان انت امير كنت بتقول لي كمان على مستوى المستوى الفني، قلت لي ان في كاس العالم للانديه كان ابو تريكه بيتقارن هو وما بينه وما بين ميسي مين ياخد احسن لاعب في البطوله. هو كان واخدها يا كابتن بالفعل. بالظبط، يعني هو الناس نزلت لنا قبل فعلا، وبلغوا المسؤولين عندنا ان ابو تريكه هيستلم مع جايزه احسن لاعب فوق مع ميسي، وكل حاجه بس ادوها لميسي طبعا. يعني لا بس امير فعلا كانوا مبلغين ان هو هياخد، انه واخد احسن لاعب في العالم، احسن لاعب في البطوله يعني، احسن لاعب في البطوله 2006. بجد كان فعلا والله يا كابتن مبلغين، وهو خلاص ان هو واخد احسن لاعب في البطوله، ومع اخر الدقايق غيروا الوجهه كلها لميسي. ما ده اللي بتكلم عليه صديق، ان الناس في مكاسب كتيره جدا انك تروح كاس العالم للانديه، مش بس انت بتمثل مصر، ترتيبك عالميا كمان يا كابتن. نعم؟ يعني ترتيبك عالميا كنادي، ترتيبك بطوله محسوبه وبطوله طبعا كبيره، لان خلي بالك بعض الناس بتقلل دلوقتي من بطوله كاس العالم للانديه. في بعض الناس بتقول لك طبعا بطوله شرفيه، بطوله ملهاش لازمه. لا حتى يا عم لو بطوله شرفيه، انت بتحط نفسك ما بين انديه عالميه، مش على مستوى اوروبا بس، بتتكلم على مستوى العالم كله، تحط لعيبتك على مستوى مقارنات، ابو تريكه اتحط مقارنه مع ميسي، ده دي لوحدها ماركتنج للنادي الاهلي وانجاز كبير جدا طبعا. فمكاسب كتيره جدا ان شاء الله. يعني كل اللي بتتكلم فيه ده يعتبر تحدي،
تحدي للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه يا كابتن احمد. هو اكيد ان هم مركزين لها من دلوقتي، يعني انا واثق ان مجلس الاداره، انا بتكلم في كده، ان مجلس الاداره مركز كويس جدا جدا للبطوله دي من دلوقتي. دي واحده من الطموحات للنادي الاهلي طبعا، النادي الكبير، لكن في نفس الوقت ده كابتن احمد يعتبر تحدي كبير برضو بالنسبه للنادي الاهلي. هو تحدي كبير في جيل اللي يضيف لك كمان، في جيل عنده مسؤوليه، يعني جيل عنده ان هو مش راح تمثيل مشرف وبس، لا انا عايز احقق نتيجه ايجابيه، انا عايز اعدي الادوار الاولانيه، عايز احقق البطوله. وده كمان هيضاف في تاريخ اللعيبه، ان انت متاخد دوري ابطال افريقيا ده حاجه هتضاف لك في لعيبه ما اخدتش ما حققتش بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم ده، يعني اللعيبه اللي شاركت دي مفيش ولا واحد اول من واحد في الملعب، يعني اللي شارك كان وليد سليمان وليد وسعد ورامي بس. لكن ده برضو بيتقلك انت كلعيب، حتى لو جالك عروض، يعني انا اسمع ان في عروض حتى للعيبه، عروض اوروبيه من بره، ده بيتقلك انت حتى كلاعب ان الناس تبص عليك بشكل اكتر وتتشاف. حتى في لعيبه ممكن تانيه يجي لها برضه عروض زي ما كان بيجي العروض للناس قبل كده، فدي حاجه طبعا مشرفه للنادي الاهلي وللعيبه للجيل الموجود اكيد بالجهاز الفني. والماتشات دي بتبقى يعني ماتشات انت بتبقى فرحان انك رايح، انت رايح محفل كبير جدا، بتلعب بطوله العالم كله بيبص عليها، بتلعب مع فرق ومدارس مختلفه وانديه كبيره. انا كلاعب كنت كابتن اتمنى ان على ايامي كان يبقى في كاس عالم. كابتن انت حضرتك لو تشوف الاهتمام اللي موجود بالفرق اللي رايحه وتشوف النظام، لا انت اي حد فعلا يتمنى هو كاس عالم فعلا، كاس عالم مصغر. امير يشهد بكده. لا التمرين بالثانيه، تبدا تمرينك بالثانيه وبتخرج بالثانيه، اللي تويس عليه اللوجو بتاعك، الفندق، بص يا كابتن كل حاجه كل حاجه سوبر. حاجه يعني سوبر سوبر. وبعدين يا كابتن وفي حاجه كمان يا صديقي، لو تفتكر قبل يعني ممكن الفتره الجايه يا كابتن قبل كاس العالم ده بشهر مثلا، بيجي مسؤولين من الفيفا ومسؤولين من الدوله اللي هي تتقام عليها المباراه، يصوروا هنا ويسجلوا هنا، يصوروك هنا ويقول لك النادي الاهلي اللي في حاله ان هو يلعب الماتش ده لازم يلبس لبس معين، بيحضروا حتى لبس كل حاجه. الموضوع كبير بجد يا كابتن فهمت الالوان يا كابتن. الناس بتقلل من كاس العالم، انا مش عارف مين طبعا ما راحوش، ما في ناس كده راحوا، اكيد الموضوع كبير. احنا رحنا وحسينا بالاجواء دي، انت عندك حضرتك بتلاقي الموضوع مختلف تماما، يعني حضرتك لعبت كاس عالم، هو بالظبط كاس عالم، تشامبيونز ليج ناس بتقلل منه، لا الموضوع تاني خالص. لما سالنا صلاح والنني لا حاجه تانيه، موضوع كبير جدا جدا، والتنظيم واجواء غير طبيعيه فعلا. كان حاجه وخلي بال حضرتك يا صديقي كمان يا كابتن، ان احنا لعبنا مش في اليابان بس، احنا لعبنا في المغرب كمان تمام بالزبط. فلعبنا في كذا دوله مختلفه، هو التنظيم هو النظام الفيفا المنظم هو، فبالتالي حاجه كبيره جدا للنادي الاهلي ان هو يمثل مصر. وبعدين يا كابتن احنا دلوقتي يعني احنا بنقول انا مثلا بقول انا وامين مثلا بقول انا عامل انجاز واخد بونزيه كاس العالم، حاجه اتحسبت في التاريخ طبعاً، يبقى ازاي حاجه شرفيه طبعا، يعني حاجه انا فخور بيها ان انا بقول ان انا واخد برونزيه كاس عالم الانديه، فازاي تبقى حاجه شرفيه. دايما برونزيه كاس عالم الانديه دي كمان ان شاء الله واحنا رايحين اكيد هيتقلل اللعيبه، خلي بالكم احنا خدنا البرونزيه فعايزين الاحسن، عايزين يبقى نلعب النهائي، فدي كلها طموحات جديده. الموضوع كبير يا كابتن، الموضوع كبير بجد، يعني الموضوع حلو، والموضوع يعني الامانه بتحس ان انت لعيب اوروبي صح، هي مسؤوليه كمان والملاعب وكل حاجه. كل حاجه ما تتكلمش ليه يا احمد عادل؟ انا سايبهم يتكلموا. شايفك سكت كده. كابتن احمد عادل انا عايز اسالك في النهارده مجلس الاداره والرساله اللي وجهها، رساله الشكر اللي وجهها لثلاثه من اللعيبه، صالح جمعه، احمد الشيخ، وجيرالدو. لا اكيد ده ما يقللش من قيمتهم كلاعيبه، هم كانوا ليهم دور كبير جدا في تحقيق بطولات مع النادي الاهلي. لكن انا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، ان ممكن انا كميتي مع النادي مع الفريق ان هي ما تكونش ماشيه بشكل كبير او ما بشاركش بشكل مستمر، لكن بيبقى ليا دور بره، يعني بره النادي، ان انا عايز اشارك، عايز العب، عايز ارجع اسمي تاني، عايز اقرب للجماهير اكتر بحيث ان الجماهير تشوفني في الملعب، فده ما يقللش خالص من قيمتهم كلاعيبه. لكن لعيبه عندها اسمائها، لعيبه عمل التاريخ جوه النادي الاهلي، قدروا ان هم يستفادوا من النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لكن بتمنى لاي لعيب التوفيق ويحقق كل اللي هو بيتمناه، زي ما بقول لحضرتك ان اللعيب هو داخل النادي الاهلي ممكن الكيمياء ما تكونش ماشيه شويه، ممكن ما اكونش موفق مع النادي في فتره من الفترات، ممكن اطلع في سبيل حته اعاره مثلا او ارجع، لكن في المقام الاول مهم بالنسبه للعيب ان انا العب كل المباريات، حتى اشارك في المباريات، لان
السنه في الكوره ما بترجعش تاني، ما بتتعوضش. خاصه لو موهبه زي صالح جمعه مثلا، انا هاخده كمثال، ان صالح جمعه في فترات كبيره كان جماهير الاهلي بتتوسم ان هو يرجع بشكل وبشكل مباشر. يمكن الظروف نخلي الجزئيه ديت مش هنتكلم فيها كتير، لكن انا اتمنى لصالح جمعه انه لو ان شاء الله يروح لاي نادي انه يبرز موهبته، لان صالح جمعه انا يعني اعرفه من هو صغير، وكان سبب كبير مع زمايله الابطال ان احنا نوصل اولمبياد، لعيب هايل على مستوى. فانا بقول لصالح ما تضيعش حتى الفرصه، ما كانش دلوقتي ليك فرصه للنادي الاهلي، لكن عندك تحدي جديد انك بتثبت كمان انك عندك قدرات وانك لعيب كويس، لان عمر كره القدم عمره قصير، وصالح ما بقاش صغير للدرجه دي. لكن دي نصيحه لصالح، مش عايزين اقول نصيحه لصالح، لا عايزك تقول نصيحه لصالح انت، لان انا بحبه ويعني خد فرص في النادي الاهلي، لكن اتمنى ان شاء الله اشوفه بشكل افضل وبشكل يليق كمان بامكانياته. يعني ما في النقطه دي يا كابتن هاني، ان انت مهم جدا كلاعب ان انت تقفل على نفسك، يعني انت تقفل على نفسك بشكل جيد. يعني هو دي جزء، هو يعني انا بتكلم بشكل عام، بتكلم بشكل عام المستوى العام، يعني المستوى العام ان لعيب الكوره مش فنيا ان انا ببقى عالي جدا او مهاريا ببقى عالي جدا، لكن مهم جدا ان حياتي عامله ازاي، اقفل على نفسي بشكل جيد، مركز في الهدف بتاعي، في طموحاتي، في اسم النادي، في تحقيق الاهداف بتاعه النادي. فهنا كل اللعيب ما بيقفل على نفسه، وخصوصا انت عارف لعيب الكوره كابتن هاني بيبقى الحاجات الحلوه يعني حوالين منه كتير، حاجات حلوه حوالين منه. بس افتكر ان هو لاعب وفي التوقيت ده زي صالح جمعه بالذات، عارف في التوقيت ده في الوقت ده ما له وما عليه يعني. اكيد يعني انا بتمنى له التوفيق اولا واخيرا، اكيد طبعا، ولاحمد وبادجي طبعا، كل الناس يعني كلهم لعيبه على مستوى عالي، وممكن جدا يأدوا بشكل رائع في انديه ثانيه وياخدوا فرص اكثر ان شاء الله. في المقابل في خمسه بكره هيشاركوا في المباراة المهمة أمام الاتحاد السكندري، سواء من المعارين أو من الصفقات الجديدة طاهر وبدر بنون. طبعا أكيد هم كانوا مستنيين حاجة زي كده، أكيد النادي جاب اللعيبة ده عشان هو أكيد شايف احتياج ليهم، وإن هم لعيبة النادي يضيف لهم، هم هيضيفوا للنادي، جايين على فرقة كبيرة ونادي كبير لسه محقق بطولة، فأكيد عندهم طموح إن أنا كمان أبقى ليا دور، عايز أحقق بطولة، عايز أساهم في أي بطولة للنادي الأهلي، خصوصا إنه جايب لعيب محترف ومن اللعيبه الكويسه، كان تقريبا كمان كابتن فرقته بدر، فانت جيب جاي من نادي كبير، جاي من نادي كبير بيلعب قبل نهائي البطوله الافريقيه، عنده الخبرات الدوري المغربي بالظبط، عنده الخبرات، اكيد هو عارف انه جاي على نادي كبير عايز يحقق لنفسه انجازات، هيبقى من الاضافات اللي برده ان شاء الله تبقى موجوده في كاس العالم مع كل اللعيبه المعارين اللي رجعوا، محمد شريف واكرم واحمد ياسر ريان وناصر ماهر وناصر وصلاح محسن، كل اللعيبه دي اكيد هيبقى ليها دور، والا ما كانش النادي رجعهم في الفتره دي، كلهم لعيبه مهمه. وانا شايف ان من افضل الحاجات اللي حصلت في النادي من الفترات الاخيره فكره الاعاره، بتجهز اللعيب بشكل كويس، خلاص انت في الوقت ده بتشوف اللعيب ده امكانياته انت محتاجها او هتقدر تساعدك، خلاص فكره ان انا لعبت وخدت الخبره، فكره بقى خلاص ان انا جاي وتيشيرت الاهلي تقيل، خلاص انا طلعت ولعبت وخدت الخبرات، هرجع كل الثقه ان انا عايز العب، خصوصا اللعيبه دي بقت موجوده وما ادتش بشكل كويس، فخرجت خدت الفرصه والخبرات ورجعوا عندهم طموح عايزين يحققوه. اكيد وادوا بشكل كويس في انديتهم يعني، طبعا لو طبعا كلهم ادوا بشكل كويس جدا، كل اللي رجع انت بتتكلم كلهم منتخبات، بتتكلم على منتخب اول ومنتخب اولمبي، كل اللي رجعوا يعني ناصر ماهر موجود في منتخب الاولمبي واكرم، وبتتكلم مع احمد ياسر ريان، بتتكلم محمد شريف منتخب اول واحرز هدف المنتخب الاولمبي، وصلاح محسن منتخب الاولمبي، كلهم منتخبات، فخدوا كمان شخصيه المنتخب بالزبط. الشخصيه الدوليه، وان شاء الله نتمنى باذن الله ان هم اكيد ان شاء الله يكونوا على مستوى المسؤوليه في موسم، اعتقد كمان الموسم اللي جاي يا احمد عادل هيكون موسم كمان طويل، انت عارف مفيش خلاص تلاحم المواسم، دخل الدوري هيبدا خلاص يوم 11 وداخلين على دوري كبير جدا، فرؤيتك كمان سريعا للموسم اللي جاي هيبقى شكله ازاي من خلال ارتباطات كتيره جدا. يعني هي الميزه كابتن في ان اللعيبه دي لو تاخد بالك منها اللي كانت معاره ورجعت تاني ان هي من ولاد النادي الاهلي، فعارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي كويس، واكيد هيكتسبوا خبرات من اللعيبه الكبيره الموجوده، زي ما بقول لحضرتك دول هيبقوا اضافه لاوضه اللبس، ان هم يقدروا ياخدوا الخبرات من اللعيبه الكبيره. انا بقول ان اي حد داخل قائمه النادي الاهلي فهو ما يعتبرش لعيب صغير، هو يعتبر لعيب كبير، وخصوصا ان انت لما هتغير خمسه او سته حتى في التشكيل، ان حد يلعب او صفقه جديده جايه، فانت خلاص داخل النادي الاهلي هتادي دورك زي اللي كان بيأديه اللعيب اللي انت دخلت مكانه.
فدي الروح اللي بتبقى داخل النادي الاهلي، وده الحافز والطموح اللي اللعيبه فعلا بتقدر تحقق بيه بطوله. لكن اضافه كبيره زي ما قال صديق ان اللعيبه المعاره ان هي ترجع تاني اضافه للفريق، خصوصا ان اكيد كان مجلس اداره بالجهاز الفني مش هيبقى محتاج لهم الفتره دي، لكن ان هو يبقى موجود ده بيحط عليه مسؤوليه كبيره ان هو يؤدي نفس الدور، يكمل المشوار مع زمايله ان هو يقدر يحقق البطوله، والنادي الاهلي على طول بياخد البطوله ببطولتها. فان شاء الله يقدر يحقق كاس مصر والبطوله القريبه ان شاء الله. تحدي جديد لموسيماني كمان وبدايه مشوار الدوري، بتفتكر هيشتغل ازاي على اللعيبه علشان يستعدوا كمان لبطوله الدوري في الموسم اللي جاي؟ وزي ما كابتن هاني قال في تلاحم كمان بين الموسمين، الفريق ما لحقش يريح بشكل كبير، تحدي اخر لموسيماني افتكر. هو اكيد الراجل يعني ذكي جدا جدا وقريب جدا وعارف اللعيبه اللي موجوده. زي ما صديق قال واحمد ان دور كابتن سيد عبد الحفيظ مهم جدا جدا، وكابتن سامي اكيد، وكابتن سامي قمصان دورهم مهم جدا جدا في ان يقولوا كل الصغيره والكبيره للراجل، وده اللي فرق معاه لاول ما جه. اكيد مش ما عندوش عصا سحريه زي ما بيقولوا ان هو يعني عنده ماتشات افريقيا ياخد افريقيا من تاني يوم، الموضوع صعب. فدور كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان كان مهم جدا جدا. اللعيبه اللي موجوده اللي هي كانت في اعاره ورجعت دول عارفين مين كابتن وليد سليمان، وعارفين مين محمد الشناوي، وعارفين مين مش عارف يعني، هم اللعيبه ولاد النادي وراحوا اعاره ورجعوا. وما ننساش عمار حمدي كمان كان المفروض ان هو هيبقى موجود وبيكمل في الاتحاد السكندري، برده من ضمن الناس اللعيبه الكويسه اللي كانت ممكن ترجع، لكن هو فضل ان هو ياخد اعاره تاني. فاللي انا عايز اقوله ان اللعيبه مش بعيده عن لعيبه النادي الاهلي. تاني حاجة ان اي حد كابتن عارف ان اي لاعب بيجي ينضم للنادي الاهلي بيدخل جوه التيم خلاص بيبقى واحد اكنه لاعب 10 سنين. يمكن من الحاجات الغريبة جدا ان بدر بانون طبعا عارف اللعيبة، النهارده كان بيحارب على كاس افريقيا وهو في الرجاء ضد نادي الزمالك، النهارده بياخد الكاس وهو في النادي الاهلي، فعارف قيمة النادي الاهلي وعارف اللعيبة اللي موجودة. فبالتالي اللعيبة وده السيستم اللي موجود في تاريخ النادي الاهلي ان اللعيبة والجهاز الفني والجمهور لما والاداره لما يجي لعيب جديد بيدخل بتحس ان هو بقى له سنين، وده جه مع صفقات محمود متولي وكل الصفقات اللي كانت موجوده وصلاح محسن، كل الناس دي كانت بعيده ولما دخلت خلاص الموضوع انتهى. فانا شايف ان اللعيبه يعني مش بعيده، في تحدي كبير تاني. الراجل ذكي جدا في ان هو اول ما جه قال لك انا مش يعني مش هاخد كل البطولات، خد بطوله قال لك انا خلاص انا لسه ما عملتش حاجه للنادي الاهلي، النادي الاهلي اسم كبير فانا ان يجيبني فانا لسه ما عملتش حاجه، وكل ما ياخد بطوله يقول لك انا ما عملتش حاجه. هو ده الصح، وده اللي كان السياسه اللي كان ماشي بيها مستر مانويل جوزيه يا صديق وعادل، ان هو خد كل البطولات كان يجي يقول لك انا لسه ما عملناش حاجه، ما عملناش حاجه. كان بيدي لحال اللعيبه ان انتوا لسه ما عملناش حاجه، ما كسبناش ماتشات، ما كسبناش بطوله، بنبقى واخدين بطوله ونقفل الموضوع، وعندك كاس مصر بطوله ثانيه. اللي انا عايز اقوله برضو ان دي مسؤوليه كبيره جدا على اللعيبه ان هي تاخد افريقيا، والجهاز الفني اتحطيت تحت ضغط على فكره، مش خدنا ثقه صحيح. ثقه وخدنا حاجه ايجابيه ان انا خدت كاس افريقيا وخدنا ثقه فيها، ولكن احنا لعب كاس مصر بكره سيمي فاينل مع فريق عنده صفقات كبيره، عنده تدعيم كبير، عنده جهاز فني محترم، كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم وكل الناس اللي موجوده. مش عايز اقول للناس ان احنا خلاص هناخد كاس مصر، لا، احنا نادي الاهلي بياخد ماتش بماتشه وبطوله ببطوله. فان شاء الله نركز بكره، اللعيبه تركز ان شاء الله باذن الله، وكل اللعيبه تبقى موفقه بكره، كل الناس عايزه تطلع كل مجهودها ان هي عايزه تعمل حاجه للنادي، وان شاء الله نبدا من بكره باذن الله نكسب الماتش ونوصل للفاينل ان شاء الله. ان شاء الله هرجع لنقطه مهمه، طبعا معانا اتنين لعبوا باك يمين، ف بتقطعوا بعض ازاي في التمرين؟ احنا بنقعد مع بعض في الاوضه جايين كمان؟ والله اوضه وشقه واحده والله كويس يعني. عايز اخد رايكم طبعا في محمد هاني في المشوار الافريقي، ولان محمد هاني في فتره من الفترات كان في بعض الانتقادات، شايفين ان هو يعني احمد فتحي اكيد خبراته كانت بتفرق كتير جدا، واحمد فتحي من اللعيبه المميزه في تاريخ الكره المصريه في هذا المركز. تقولي لي برضو محمد هاني ومشواره اللي جاي ازاي وتقييمك ليه للبطوله الافريقيه ومشواره مع النادي الاهلي؟ لكن يا كابتن انا عايز اشكره على الاداء في المباراه النهائيه، خصوصا انه كان راجع من اصابه في المنتخب قبل المباراه النهائيه بوقت قريب جدا، فانه يشتغل على نفسه ويضغط على نفسه عشان يلحق المباراه. عارف ان المكان بعد ما احمد فتحي ما كانش ينفع يلعب، كان عارف ان ما فيش غيره يعتبر بنسبه كبيره، فانه يجتهد ويؤدي بالاداء ده بعد الاصابه، انا بشكره على الاداء ده. انا شايف ان هو بشكل كويس جدا، وعشان كده هو رقم واحد في المنتخب دلوقتي، والا كلنا كلنا مش شايفين غلط يعني، مش معقول كل احنا والجمهور والجهاز الفني للمنتخب يبقى شايف غلط انه ياخد محمد هاني يبقى رقم واحد في مكانه في منتخب مصر. انا شايف انه ادى بشكل كويس جدا، ده طبيعي جدا في الكوره كابتن، مفيش لعيب بيفضل على نفس المستوى. لكن انا حتى شايف الفترات اللي هو
ما كانش كويس فيها، ما كانش مش فترات طويله صح. ومش بشكل وحش قوي بالعكس، بس احنا عشان مستنيين منه اكتر من كده والناس شايف ان هو يعني عنده اكتر من كده. بتبقى صعبه صديق ساعات يبقى انت جاي على لعيب كبير زي احمد فتحي طبعا يا كابتن، يبقى المقارنات ظالمه في وقت من الاوقات انك جاي على لعيب كبير واه انت لعيب صغير وعندك امكانيات كويسه، لكن دايما بيبقى في مقارنات، بس مش زي احمد، ما اكيد مش زي احمد فتحي، لان انت قلت على احمد فتحي بعد ما احمد فتحي بعد كام سنه لعب، بعد كام خبره بالزبط. كام سنه من الخبرات، فطبيعي جدا يا كابتن. هو اكيد يا كابتن كمان استفاد منه يعني طبعًا. اكيد هاني استفاد طبعًا. من فتحي طبعا، وخصوصا لما كان فتحي ما بقاش موجود كان بيأدي الدور، كان بيأدي الدور تحس ان فتحي اكنه موجود بالظبط. لكن انا بقول على طول على هاني ان هاني من نوعيه اللعيبه اللي كورته مسابقه سنه، يعني كورته عالية جدا صح. بيدافع كويس، بيقف كويس، سريع، تاكلينج كويس، حتى في المواقف كتيره كابتن. انا لما ببقى لعيب بلعب في مركزي لوحدي فممكن بقى عندي حاله استرخاء شويه، لكن هاني خد العمليه بجديه، كان قد المسؤوليه، كان قد ان انت بتتكلم على فترات كبيره جدا من 6 أو 7 سنين، ما كنتش تقول مثلا في باك رايت او باك ليفت لمنتخب مصر، لكن لما بتشوف هاني اداؤه مع النادي الاهلي واداؤه مع النادي الاهلي نقطه واقف عندها، ان كمان انه بيلعب تحت ضغط، ان الناس كمان تقول لك نادي الزمالك وبن شرقي احسن الجبهات بن شرقي، وازاي هاني هيلعب عليه، وانا في اعتقادي عمل عليه مباراه كبيره جدا طبعا. ده يحسب له على مستوى تحمل المسؤوليه، انك قبل الماتش عارف وانت امير عارف القصه ديت، محطوط تحت ضغط ان هو ايه افضل العناصر في النادي الزمالك، هيقول لك زيزو الاطراف زيزو وبن شرقي، طب مين على بن شرقي، يبقى في مباراه خاصه ما بيني وبين الجزئيه دي مهمه، انه اثبت كمان عنده شخصيه النادي الاهلي وعمل مباراه كبيره. مظبوط زي ما حضرتك قلت، يمكن كمان في بعض اللقطات لمحمد هاني، محمد هاني كان من ضمن الناس اللي عماله تشجع اللعيبه وتقول يا جماعه احنا البطوله دي بتاعتنا، احنا لازم نبقى رجاله، ما ينفعش نتدلع. صوته الوحيد اللي طالع هو محمد هاني، فما بقاش في لعيب صغير وكبير دلوقتي يا كابتن في النادي الاهلي، كله مسؤول، كله يعني ناظر مصطفى شوبير صغير في السن، اكيد كان ليه دور ان هو يا رجاله لازم ناخد البطوله. هاني خلاص بقى لعيب كبير دلوقتي، المفروض ان هو سنه مش صغير، بقى مسؤول، كل لعيب في النادي الاهلي مسؤول سواء كان صغير او الناس اللي عندها خبرات، فبالتالي محمد هاني اكيد يعني من اللعيبه المميزه جدا. يمكن احنا كان في من كام سنه يا كابتن كنت انا بلعب تقريبا في دجله او الانتاج الحربي، كنت في سموحه تقريبا او مش فاكر فين، طلبت من النادي الاهلي ان احنا ناخد محمد هاني اعاره، كان سنه لسه عنده 18 سنه او 19 سنه، كنا كلمنا كابتن عماد النحاس تقريبا كان ماسك في الناشئين، طلبت ان انا ناخد محمد. كنت شايف في ايه عشان تطلبه؟ شايف فيه مسؤوليه شخصيه، دي مهمه جدا انك انت انسان تكون حد لعيب مهم في النادي الاهلي وعنده شخصيه وعنده مسؤوليه، واكيد الكابتن هاني عارف الكلام ده وكل الكباتن الموجوده، مش اي حد يلعب في النادي الاهلي، لازم يبقى عنده طموح وعنده مسؤوليه وعنده شخصيه. شخصيه مش ان انا اقعد ازعق واتكلم، شخصيه في القرارات في الملعب، شخصيه في ان انا اشجع زمالي بطريقه كويسه جدا، اتحمل مسؤوليه، انا بلعب باسم النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي تقيل، تيشيرت النادي الاهلي مهم جدا ان انا ما عنديش مركز تاني ولا تعادل ولا الكلام ده كله. فبالتالي هو صغير بيشرب الحاجات دي من قطاع الناشئين او بيطلع بيشوف الكباتن الكبار زي ما قلنا احمد فتحي بيشرب منه كل الكلام ده وكل الكباتن الموجوده، فاعتقد ان محمد هاني ومصطفى شوبير كل الناس الصغيرين اللعيبه كمان بكره هتشوف يا كابتن عاملين ازاي، اللي هو اكرم بينتظرهم مستقبل كبير يا كابتن امير مع النادي الاهلي. اكيد اكيد احنا منتظرين منهم تاني يا كابتن. العربي العربي يعني بدري العربي العربي طبعا ما شاء الله بدري. حتى في المركز ده بيأدي بصوره جيده، ممكن ما حدش ياخد باله منه، بس انا متابع العربي لان انا بميل لمركزي شويه، بحب اشوف مين اللي موجود. خلي بالك اكرم كمان بيلعب ساعات باك يمين كويس، واكرم دلوقتي كابتن على مستوى منتخب مصر احنا بنتمنى ان نشوف طرفين فعلا في كل الانديه، لكن لما بتشوف في النادي الاهلي موجود محمد هاني وتحت منه العربي وبيأدي بالصوره دي، انا بشوف ان العربي مستوى كويس قوي، يعني مستوى كويس جدا ويستاهل ان هو يبقى موجود فوق، وعنده الثقه ان هو يلعب، عنده ثقه. منتخب الشباب كمان منتخب الشباب وبيلعب كذا مركز العربي برضو، يعني عندنا الحمد لله قطاع ناشئين عندنا اولاد كويسين، العربي كمان من ابرزهم بيلعب في كذا مركز، فان شاء الله المستقبل ليهم، واحنا كمان ان شاء الله بدايه من بكره يا رب بنقول يا رب ان شاء الله نفوز بالنادي الاهلي عشان نوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله يوم 5 ديسمبر باذن الله. شكرا كابتن احمد صديق، شكرا. بشكرك يا كابتن هاني جدا، شكرا ليك يا كابتن احمد، نورتنا. شكرا كابتن امير، شرفتنا النهارده كابتن امير، نورتونا وشرفتونا، ويعني ان شاء الله باذن الله دايما كده في افراح وبطولات ان شاء الله باذن الله. دي كانت حلقتنا في البيت الكبير مشاهدينا، وان شاء الله يعني نلقاكم على خير يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله باذن الله في البيت الكبير.